أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الأخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. وقفة احتجاجية أمام القنصلية السعودية بإسطنبول للإفراج عن أبناء الزاوية الثلاثة بعد اختفائهم في جدة. أمر غرفة عمليات البنيان المرصوص يقول في الذكرى الثانية لتحرير سرت أن القضاء على عناصر تنظيم الدولة بالمدينة منع محاولات تقسيم البلاد. المجلس الوزاري الأوروبي يوسع بعثته في ليبيا لتشمل عمليات ضبط الحدود الليبية. السلام عليكم ورحمة الله. نظم عدد من النشطاء الليبيين وقفة احتجاجية الاثنين أمام القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية، وطلب المحتجون بالكشف عن مصير ثلاثة ليبيين اعتقلتهم السلطات السعودية بمطار جدة العام الماضي. رفع المتظاهرون لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن أبناء الزاوية الثلاثة بعد اختفائهم فور وصولهم للسعودية لتأدية مناسك العمرة. وكان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان قد كشف في العاشر من الشهر الجاري عن عدة وثائق وشهادات تثبت قيام السلطات السعودية بممارسة الإخفاء القسري المستمر بحق الثلاثة ليبيين منذ قرابة 500 يوم. والثلاثة يعتبروا أبنائي. نطلب من الملك السعودي سرعة الإفراج والتدخل للإفراج عليهم فورا، لأنهم ناس دخلوا السعودية بإجراء قانوني وبتشهيرة رسمية وداخلين على أساس أداء يعني العمرة وليس لبيع حشيش ولا مخدرات كما يفعلون البعض. نطلب من السلطات السعودية وجميع المؤسسات التدخل للإفراج على هؤلاء الأبناء. اليوم لهم قرابة السنتين بدون ذنب. ما هي المعصية أو الجرم اللي قاموا به من أجل اعتقالهم هذه المدة الطويلة؟ لهم أبناء ولهم زوجات يخدموا عليهم، من اللي بيخدم عليهم هذول؟ أنا نحمل السعودية أولاً وحكومتنا ثانياً، لأن ما دارش أي إجراء رسمي حسب ما موجود. فلماذا يعني لماذا لم يتدخلوا؟ هل أصبحوا عملاء كلهم يعني؟ وعملاء لمن يعني؟ هل قاموا بجرم هم على أساس يعتقلوهم لمدة سنتين؟ نطلب من جميع المؤسسات والرجال الأحرار أن يتدخلوا بأي طريقة. إذا كان هم داروا جرم احنا مستعدين نتحاكموا حتى احنا معهم أو لياهم حتى احنا يحاكمونا. إذا كان أبنائنا داروا أي جرم لماذا الظلم يعني؟ إن وراهم يوم إن شاء الله، وكما تدين وتدان، ويا ويلهم من الله. حتى ولو ماتوا ماتوا شهداء، وما هو الجرم الذي قاموا به يعني؟ أنا نطلب من الجميع التدخل، نطلب من الجميع المؤسسات الرجال السعوديين وغيرهم الأحرار يتدخلوا في للإفراج على هؤلاء، لأن عندهم ناس يخدموا عليهم، عندهم أبناء، عندهم زوجات، سنتين بدون جرم، بدون حكم. ونشكركم ونشكر جميع الإعلاميين وجميع المواطنين الذين ساندونا ولو بهذه الوقفة. بارك الله في الجميع وشكرا لكم جزيلا. وحمل المتظاهرون السلطات السعودية مسؤولية سلامة المعتقلين الثلاثة، منددين بما قامت به السعودية من إخفاء قسري لمواطنين دخلوا أراضيها بطريقة مشروعة، واصفين ما حدث بأنه مناف لكل الأعراف الدولية. نحن أسر وأهالي وزملاء الشباب المختطفين في السعودية، وهم محمد الخضراوي وحسن صعيد ومحمود رجب، أتينا ها هنا
لنجدد ونؤكد على مطالبتنا بالإفراج عنهم، الإفراج غير المشروط. فأبناؤنا دخلوا إلى بلاد الحرمين بطريق مشروع وإجراءات رسمية، قاصدين بيت الله معتمرين، ولم يدخلوها بطريق غير مشروع حتى يتم القبض عليهم واحتجاز حرياتهم. ونحن في وقفتنا هذه نحمل السلطات السعودية مسؤولية سلامتهم. ودعا المحتجون المنظمة الحقوقية المحلية والدولية للوقوف مع أسر المعتقلين حتى الإفراج عنهم، مؤكدين أن الأسر ستتوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بكشف مصير أبنائهم. وأشار البيان أن الحكومة المقترحة نفت تقديم أي طلب للقبض على الليبيين الثلاثة، أوضحت أنهم ليسوا مطلوبين لديها. نقف اليوم أمام القنصلية السعودية لنرسل رسالة إلى ملك السعودية وكافة ساستها أننا لن نتخلى عن أبنائنا وإرجاعهم إلينا. فأبناؤنا لا علاقة لهم بالتشادبات السياسية في ليبيا داخل أو خارج ليبيا خاصة، وأن حكومة الوفاق وهي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا نفت تقديمها أي طلب للقبض على أبنائنا المذكورين القاصدين بيت الله، وليس لديها أي تحفظ عليهم. فبأي حق يتم القبض عليهم وإخفاؤهم قصرا دون أي تهمة ولا برهان؟ أثارت تصريحات عضو البرلمان المنحل عبد السلام نصية ردود فعل متباينة، خاصة فيما يتعلق بقول أن الانتخابات الليبية ستجرى نهاية العام المقبل. من ناحيته قال مستشار رئيس مجلس النواب المنحل فتح المرمي في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن كافة الترتيبات تجري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ربيع 19 و2000. وفي ذات السياق فقد صرح عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب لوكالة سبوتنيك بأنه لم يحدث أي توافق أو مباحثات بين الأطراف الليبية بشأن تأجيل الانتخابات الليبية لنهاية العام القادم، أن ما قاله نصية لا علاقة له بأي اتفاق بين الأطراف الليبية. في شأن آخر قال أمير غرفة عمليات البنيان المرصوص اللواء بشير القاضي أن قواته لا تزال قادرة على تقديم المزيد لبناء دولة مدنية واحدة. القاضي في كلمة الله خلال احتفالية بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير سيرة الاثنين أشار إلى أن القضاء على عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة بالمدينة منع جميع محاولات تقسيم البلاد. وقيمت ببلدية سيرة الاثنين احتفالية وضع حجر أساس نصب تذكاري شهداء معركة البنيان المرصوص تنظيم المجلس البلدي بقاعة واغادوغو. الله العظيم وفاء لدماء الشهداء وبطولاتهم المشرفة بحضور عميد بلدية سرت ومساعد آمر المنطقة العسكرية وآمر غرفة البنيان والقادة الميدانيين. تم اليوم 17 من شهر ديسمبر من عام 2018 في مدينة سرت وضع حجر الأساس للنصب التذكاري لشهداء البنيان المرصوص الذين جادوا بأرواحهم الغالية في معركة تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش الإرهابي. الله أكبر. طبعا هذا الميدان إن شاء الله سيكون بشكل رسمي دخل للتاريخ أو تاريخ مدينة سرت. كل الوفود التي ستأتي إلى سرت ستزور هذا الميدان ومن ثم تدخل إلى المدينة. شكر لكل من ساهم معنا وشارك معنا، شكر للجميع ونسأل الله التوفيق والسداد. من جانبه حذر المجلس الرئاسي المقترح من توقف عمليات الرصد والمتابعة لعناصر تنظيم الدولة الفارين من سرت. الرئاسي في بيان له في ذكرى تحرير المدينة وانتصار قوات البنيان المرصوص أوضح أن هناك خلايا من عناصر التنظيم تتحين الفرص للقيام بعمليات إجرامية داعيا إلى الإسراع بتوحيد المؤسسة العسكرية في جيش ليبي واحد تحت سلطة مدنية تنفيذية وفقا لمبادئ الديمقراطية. وصف الرئاسي معركة التحرير بأنها ملحمة شجاعة وفداء لمواجهة تنظيم إرهابي شرس يشهد العالم على خطورته بحسب البيان.
بحث رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح متطلبات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية. وأكد السراج خلال اللقاء على دعم المفوضية لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية وشفافية، موضحا أنه تم الاتفاق مع البعثة على أهمية الاستعانة بخبرات دولية لتقديم المساعدة الفنية والتقنية إذا احتاجت المفوضية ذلك. أشار السراج أن العمل سيجري في مسار الانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة. ثلاثة أعوام تمر على توقيع الأطراف الليبية لاتفاق سخيرات برعاية الأمم المتحدة بعد عام كامل من المفاوضات. منذ لحظة توقيعه إلى اليوم لم تنفذ بنوده ولم تلتزم الأطراف السياسية بمخرجاته. تقرير التالي يحمل المزيد في طياته. ثلاث سنوات مرت من عمر اتفاق سخيرات برعاية الأمم المتحدة دون أن تصل ليبيا إلى بر الأمان، اتفاق كان من المفترض أن يكون مخرجا لأزمة البلاد وتوحيد فرقائها، ولكن لا شيء تغير، فبنود الاتفاق لم تنفذ حتى الآن، ولا يزال الانقسام السياسي والعسكري الذي أقيمت من أجله المفاوضات مستمرا ومسيطرا على المشهد في ليبيا. الاشتباكات المسلحة استمرت شرقا وغربا ولم يلتزم أحد ببند وقف إطلاق النار، وأخذت ميليشيات الكرامة تقصف وتدمر مدينتي بني غازي ودرنة دون رادع على مرأى ومسمع الحكومة المقترحة التي لها كامل السلطة والسيطرة على التراب الليبي وفق المادة 30 من اتفاق سخيرات. التشكيلات المسلحة التي ألزمها الاتفاق بمواقع محددة لم تنسحب من المدن والتجمعات السكنية وباتت تتغول عبر دخولها في صراعات من أجل النفوذ وبسط السيطرة، ولم تقدر الحكومة المقترحة على إيقافها ما تسبب في تراجع الأوضاع الأمنية. الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق لم يقتصر على التشكيلات المسلحة فحسب، فقد فشلت كل عمليات التسوية السياسية المحلية والدولية في تحقيق حكومة وحدة وطنية، إلى أن أنتج الاتفاق انقساما جديدا بين حفتر والسراج بشأن الخلاف على المادة 8 الخاصة بصلاحيات القائد الأعلى للجيش. وعلى الرغم من كل ذلك لا يزال المجتمع الدولي وعلى رأسه البعثة الأممية مصرا على الاتفاق السياسي كمخرج للأزمة في ليبيا، لجعله الإطار الوحيد لأي مبادرة من شأنها توحيد البلاد. ولكن هذا الإصرار الدولي تجاه الاتفاق السياسي لم يمنع أطرافا فاعلة إقليمية وأجنبية من القيام بتقوية معسكر الكرامة كمصر والإمارات عربيا وفرنسا وروسيا دوليا في انتهاك واضح لبنود الاتفاق. وفي خضم هذا الانقسام الدولي والعربي حيال الاتفاق، طغى صوت السلاح على أحاديث الأطراف السياسية المحلية والدولية الداعية إلى دعم اتفاق لم تتجاوز مخرجاته الحبر الذي وقع به. قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الإمارات والسعودية ترعيان أنشطة مشبوهة في ليبيا. الثاني في لقاء مع تلفزيون CNBC الأمريكي الأحد أشار إلى أن أبو ظبي تدعم أنظمة وحشية وانقلابات عسكرية في ليبيا وتعمل على زعزعة استقرار المنطقة على حد تعبيره. واتهم الثاني الإمارات بدعم الصراع في ليبيا وتزويد جماعات مسلحة بالسلاح عبر الطائرات خلال العام المنصرم. قرر المجلس الوزاري الأوروبي توسيع بعثته في ليبيا لتشمل عملية ضبط الحدود الليبية والمساعدة العملية في محاربة شبكات الجريمة المتورطة بعملية تهريب المهاجرين. المجلس أوضح على موقعه الرسمي الاثنين بأن الولاية المعدلة للبعثة ستستمر حتى 30 من يونيو 2020، كما خصص المجلس ميزانية قدرها 61.6 مليون يورو للفترة من الأول من العام القادم إلى 30 من يونيو 2020.
مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلب السلطات الليبية كما يتماشى مع نظام الاتحاد الأوروبي المستمر في مساعدة ليبيا لإنجاز المرحلة الانتقالية وفق نص القرار. نقل موقع ميليتري نيوز الأمريكي تصريحات قائد فرقة العمل الخاصة بالأرض الجوية البرية للاستجابة للأزمات في إفريقيا العقيد آدم تشالتلي قوله إن الأوضاع في ليبيا تتحسن وتسير في الاتجاه الصحيح وهو ما يعزز فكرة عودة البعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى ليبيا. كما أشار تشالتلي إلى وجود رغبة كبيرة للدبلوماسية الأمريكية بالعودة إلى ليبيا مباشرة مهامها، حيث إن الظروف تبدو مناسبة لكي تبنى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. قال المنسق العام لحراك غضب فزدان بشير خليفة أنهم لم يتلقوا أي اتصالات رسمية من الرئاسي المقترح لبحث طلبات الحراك والتفاوض لإيجاد تسوية تنهي إغلاق حقل الشرر النفطي. المنسق أبدى في تصريح للتناصح استغرابه من مذكرة النائب العام بشأن إدراج اسمه مع اسم شخص آخر في مذكرة الاستدعاء للمثول أمام القضاء، معلقا بأن من قام بإقفال الحقل كل أهالي فزان. وأضاف خليفة أن على النائب العام تقديم مذكرة اعتقال ضد من تسبب في الحروب في شرق البلاد وغربها وقتل الأبرياء وتسبب في الأزمة وجعل أهالي الجنوب يصلون إلى إقفال الحقول للمطالبة بشيء من حقوقهم على حد تعبيره. اعتصم طلبة مفادون على نفقة وزارة الدفاع بالحكومة المقترحة إلى ماليزيا داخل السفارة الليبية هناك احتجاجا على تأخر منحهم الدراسية ومستحقاتهم. المفادون من ضباط وضباط صف وموظفين قالوا في بيان لهم الاثنين بأن آخر منحة دراسية تحصلوا عليها كانت في ديسمبر العام الماضي، مطالبين وزارة المالية وإدارة الحسابات العسكرية ومصرف ليبيا المركزي بالإفراج الفوري عن منحة العام الحالي وعن باقي المستحقات. حذر الطلبة المفادون في حال عدم النظر في إيجاد حل سريع لمطالبهم بأنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح داخل السفارة وأنهم سيلجؤون للقضاء للمطالبة بحقوقهم وجبر الضرر الذي لحق بهم. أعلن موظفو الشركة العامة لكهرباء بمدينة مصراتة صباح الاثنين عن إيقاف تقديم خدماتهم لجميع الجهات بالمدينة عقب قيام مجموعة مسلحة بخطف مدير إدارة توزيع المنطقة الوسطى ليلة الأحد والاعتداء عليه بالضرب والشتم. الموظفون في بيان لهم طلبوا الجهات الأمنية بإلقاء القبض على القائمين بعملية الخطف ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة، مضيفين أنهم في حال عدم قيام الجهات المسؤولة بحل جذري للاعتداءات سيتم تمديد إيقاف تقديم الخدمات، الأمر الذي سوف يؤدي لانهيار الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي. هذه النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل. مسابقة قرآنية على مستوى رياض الأطفال ببلدية وادي لبوانيس. الأمن والأمان إلى ربوع ليبيا الحبيبة.
تصريحات خاطئة من ابننا فرج قعيب في حق القيادة العامة والمشير خليفة بن قاسم حفتر وضباط القيادة العامة. واي واحد عنده حد بيقتله مش قادر يقتله بالعلن يجيبه انه قتلوه علن يمنع. يا نا علي تسمح في شيء؟ يا نا علي ارقبتي كانها يقول لك قدامك السياد الضان عطبك عليك يا ذيب شوبة. أهلا بكم من جديد. دنت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة الاعتداء المسلح على الهيئات القضائية بمدينة العزازية، مؤكدة في بيان لها حماية القضاء وأعضاء النيابة ومحاسبة كل من يتطاول على السلطة القضائية، مشيرة في بيانها أن أحد المسلحين قام بالاعتداء على مقر النيابة والمحكمة بالمدينة للإفراج عن أحد المتهمين بالاعتداء على كلية التربية. وشددت الوزارة على ضرورة القبض على المتهجم وتقديمه للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وعربت الوزارة عن شكرها لأعضاء الهيئات القضائية بنيابة ومحكمة العزازية لرفضهم الانصياع والتهديد من قبل العصابات الإجرامية تحقيقا للعدالة وسيادة القانون. بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة المقترحة محمد الشيباني الأحد مقر الوزارة بطرابلس مع سفير الدولة إريتريا لدى ليبيا ملف الهجرة والعمل على العودة الطوعية لبعض المهاجرين الموجودين في مراكز اللواء. وصفحة رسمية للوزارة أوضحت بأنها ستعمل بالتنسيق مع المنظمات المعنية بملف الهجرة لتسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية للحد من معاناتهم. أصدر الرئاسي المقترح قرارا كلف بموجبه ميلاد عبد الله محمد الطاهر بمهام وزير مفوض للحكم المحلي خلفا للوزير الحالي بداد جنسو. جاء ذلك وفقا للقرار رقم 61/16 للعام 18/2000 الصادر عن المجلس أمس الأحد، داعيا الجهات المعنية إلى الالتزام به وإلغاء كل حكم يخالفه. وكان الرئاسي قد أجرى عدة تعديلات وزارية الشهر الماضي شملت الداخلية والاقتصاد والمالية بالإضافة إلى إقالة وزير الحكم المحلي بداد قنصو الأسبوع الحالي. ورجحت مصادر أن التعديلات ستستمر وتشمل وزارات أخرى. أعلن صلاح هود اعتذاره بعد تكليفه بمهام مدير أمن سلوك جيمينس بعد إقالته من منصبه الحالي كمدير أمن بنغازي الأيام الماضية. أشار هود في تدوينة على حسابه الشخصي بفيسبوك الأحد أنه تفاجأ بارتفاع وتيرة الجريمة خلال الأسبوعين الماضيين بعد انشغاله في تفعيل ولملمة ما تبقى من مديرية الأمن ببنغازي على حد تعبيره. ووصف هويدي ما يجري بالتدمير المعنوي والمادي حيث لا مقرات أمنية ولا قوة عمومية فعلية، بالإضافة إلى انتشار الجماعات الإجرامية المسلحة بالمدينة. نظمت صباح الاثنين مسابقة قرآنية على مستوى رياض الأطفال ببلدية وادي لبوانيس بزاوية تحفيظ القرآن بمسجد أبي بكر الصديق بمنطقة سمنو. صفحة رسمية للبلدية أوضحت بأن المسابقة كانت في سورة العلق، مضيفة بأنه تقدم للمسابقة 13 متسابقا وتحصل على الترتيب الأول الطالب عبد الرحمن ميمون محمد بروضة أجيال تمن هند.
أشارت البلدية بأنه ستقام مسابقة لرياض الأطفال على مستوى ليبيا خلال الفترة المقبلة. واستغنى إلى ربك رجعا أرأيت لي ينهى عبدا إذ صلى أرأيت إن كذب لا ألم يعلم إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اسم ربك الذي خلق. فاطمة موسى طاهر مديرة مكتب رياض البوانيس، اليوم بحمد الله وكرمه قمنا مسابقة القرآن الكريم في سورة العلق بناء على طلب مدير الرياض أستاذ محمود الوندي. هذه قفزة رائعة في رياض الأطفال، إن أول مرة في تاريخ الطفولة تقام مسابقة لحفظ القرآن الكريم، يعني حددوه في سورة العلق. واليوم 17-12 اليوم 2018 أقيمت بلدية البوانيس رياض البلدية من خمس رياض، روضة أجيال تمن هند بتمن هند، روضة الأمل بسمنه، روضة الغصن الأخضر بسمنه، وروضة. اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح أحمد معتيق مع عدد من المسؤولين لبحث سبل حل عمليات الصرف لمنحة أرباب الأسر، حيث أكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس أن معتيق التقى بديوان رئاسة المجلس وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية بالحكومة المقترحة للحديث عن مدى جاهزية واستعدادية منظومة الصرف من الناحية التقنية للشروع في دفع مبالغ المنحة بداية العام المقبل وفقا للقانون 27 لعام 13 و2000. باشر المجلس البلدي أبو سليم بالتنسيق مع مكتب الصرف الصحي شرق طرابلس العمل على مشروع حل المختنق المائي لمثلث الرابش بمشروع الهضبة بالبلدية. بلدية أبو سليم وعبر صفحته الرسمية الاثنين أوضح أن العمل جار لإقامة خزان أرضي موصول بغرف لصرف مياه الأمطار بوسط الطريق، بالإضافة إلى تركيب مضخة يتم توصيلها لمحطة التنقية لضخ المياه لها. وتأتي هذه الجهود في إطار عمل البلديات لحل المختنقات والمشاكل في ظل غياب كامل من قبل الحكومات والجهات المختصة. هذه نظرة على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء. مع توقعات درجات الحرارة على أغلب المدن الليبية ليوم الغد. قبل الختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. وقفة احتجاجية أمام القنصلية السعودية باسطنبول للإفراج عن أبناء الزاوية الثلاثة بعد اختفائهم في جدة. أمر غرفة عمليات البنيان المرصوص يقول في الذكرى الثانية لتحرير سرت أن القضاء على عناصر تنظيم الدولة بالمدينة منع محاولات تقسيم البلاد. المجلس الوزاري الأوروبي يوسع بعثته في ليبيا،
تشمل عمليات ضبط الحدود الليبية. كما جاء في هذه النشرة أيضا مسابقة قرآنية على مستوى رياض الأطفال ببلدية وادي لبوانيس. على أمل اللقاء بكم مرة أخرى مشاهدينا، أشكركم وأستودعكم الله في أمان الله.